اشكاليين في بعضها بدون انتاج، ننتج اسعار ميته خالص. الزراعه مكلفه كلها، تعبه كثير، تعبه. قديش قلت لك تعبه لصاحب الزراعه، للمزارع حصرا. بالنسبه للامور الزراعه، التكلفه كبيره، من افلاحه، من حق بذور للزراعه، من عمال، من يعني تجي على حق الاقفاص هاي ليرتين، اخر شيء وقت يجي الموسم نفاجئ بالاسعار، مي مغطيه تكاليف ربع التكاليف. يعني التكلفة الفلاحة بشكل لا يوصف. عم نفتح وجهين ثلاثة لحتى خيون نجهز الأرض، بدنا سماد ما في. يعني كيس السماد اليوم مو حي الله الإنسان يشتريه. بيتعب، بيعاني من ناحية الفلاحة لحد بتجي اللقمة لتمه، بيحط دم قلبه عم يحط. نفسي انا ارض ما عندي، عم بستاجر ارض اجار، اجار الدلم عم يكلفني اخيو $50. المهم زرعنا، عم بنروح على الصيدليه بنجيب البذار، بيحسبوا لنا بذار الفاصوليا، هذا بياخذوا لنا منه على الدولار بيحسبوا لنا اياه. النقل، اجور النقل كمان شيء يعني مكلف كثير. اسمده كيس السماد ب $25. بدك تروح تجيب بذر بالنار الحمراء، اشو ما جبت غالي، وتجي على اسعار ما في اسعار بوقت الموسم. بده كيماوي، بده سماد، بده اخيو يد عامله بتشتغل فيه، بده ركيش، بده اذا ما حطيت التسعه ما بتاكل العشره. سعر الخضره البندوره من الليره وليوره، خيار بنص ليره، باذنجان بليره، يعني شناتي بلاستيك ما نوفي، ايجار سياره، ايجار عمال، مين بوفي خالص ابدا. الخيار اخيو عم بنزرع خيار، الخيار اخيو كيلو الخيار عم بيلحق اخيو عنا، هلق بالسوق بنفرق، عم بيصيح صياح عليه بورقه. انا بخد بدي ابيعه، اللي حاطط مكلفني بالدولار، مكلفتني اخيو 3 دلومات 4 دلومات، لا تاخذني بهالكلمه، مكلفتني اخيو هذيك الحسبه، من حق سماد، من اجار فلاحه، من كيماوي، من كل شيء، من يد عامله. طيب معلش، من كنت على سوق الهال، سوق الهال اخيو بياخذنا منه بلاش، انا وين بدي اروح ببضاعتي؟ لا عاد بفرمه وبزتها للغنم اشرف، وبلا هالزراعه من هين اصلا، ما هيك؟